ازيكم يا شباب، عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله في الفيديو بتاع النهارده هنكمل بقيه لسون 1 في تشابتر 4. واخدنا في الفيديو اللي فات شويه حاجات، اخدنا الديفينيشن اوف اكسكريشن وفهمنا يعني ايه اكسكريشن، وفهمنا كمان يعني ايه هوميوستاسيس، وكمان عرفنا الديفرنت اكسكريتوري اورجانز والفانكشنز بتاعتهم، وهنقعد نعيد عليهم واحده واحده ان شاء الله. طيب في الفيديو بتاع النهارده عايزين ناخد السكين اكسكريشن، وده هو اول اورجان عندنا مسؤول عن الاكسكريشن. طيب عايزين نفتكر كده سريعا ايه هي الاكسكريتوري اورجانز اللي عندي في الجسم. كان عندي السكين وعندي اللونجز وعندي الكيدنيز وعندي الليفر، وكنا اخدنا الفانكشن بتاعت كل واحده. ان شاء الله النهارده هنركز على اول حاجه عندنا وهي السكين. تمام. طيب يبقى احنا هنتكلم النهارده عن السكين. السكين هو ايه وايه يعني؟ اعتقد ناس كتيره ممكن ما تكونش عارفه المعلومه دهيت، بس السكين جزء من سيستم عندنا في جسمنا. يعني اعتقد لما بنيجي نتكلم على السيستمز انت بتبقى عارف مثلا الدايجستيف سيستم، الريسبيراتوري، عارف الكارديو فاسكولار، لكن في سيستم انت ممكن تكون اول مره تسمع عنه وهو الانتجيومنتري سيستم. الانتجيومنتري سيستم ده هو السيستم اللي بيتكون من السكين والهير والنيلز والحاجات اللي هي اللي انت بتحس ان انت مش عارف تصنفها تحت سيستم معين. تمام. وبالمناسبه السكين هو اكبر عضو عندنا في جسمنا، وده هي معلومه عامه على فكره، يعني عشان تعرفها سواء في الكتاب دلوقتي او تعرفها كمعلومه عامه. اكبر عضو عندنا في جسمنا هو السكين، لان الجلد بيغطي الجسم كله. تمام. طيب عايزين نعرف ايه هو بقى الستراكشر بتاع السكين. يعني لما نيجي نشوف كده السكين تحت الميكروسكوب او نبتدي ان احنا ندقق فيه شويه هنشوف ايه الحقيقه. السكين بيتكون من تو بارتس، بيتكون من بارت فوق بنسميه الابيدرمس، واعتقد الابيدرمس احنا سمعنا عنها مرات كتيره جدا. الابيدرمس هي ابي بمعنى فوق، درمس معناها اللاير اللي تحته هو الدرمس، يعني الابيدرمس هو اللاير اللي فوق الدرمس، وبالتالي بنسميه ابيدرمس واللاير اللي تحتيه بنسميه الدرمس. يبقى اللاير اللي عندنا فوق في الجلد من فوق بنسميه الابيدرمس، واللاير اللي تحت الابيدرمس هو الدرمس. طيب الابيدرمس بينقسم الى ايه؟ بينقسم الى سيرفيس لاير، وبينقسم الى انر لاير، والكلام ده هنعرفه حالا. والدرمس بيتكون من ستراكشرز كتيره جدا مش هينفع اكتبها هنا، فهناخدها واحده واحده ان شاء الله. طيب تعالوا بصوا على الصوره تحت الميكروسكوب، هتلاقي ان انا عندي زي ما انت شايف اهو الجزء اللي فوق ده هو الابيدرمس، الجزء ده كله ده بنسميها طبقه بنسميها الكيراتين لاير، والخلايا بتاعتي اهي تحت موجوده. بعد كده هتلاقي في خط كده بيفصل ما بين الابيدرمس والدرمس، والخط ده مهم جدا 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 بالنسبه لي. اوكي ان شاء الله يعني لو دخلت كليه الطب هتفهم ايه اهميته. اللاير دوت بنسميه البيزمنت ممبرين، وده بيفصل ما بين اللاير بتاعت الابيدرمس بتاعت الجلد وبيفصل ما بين الدرمس. ليه اسمه البيزمنت ممبرين؟ البيزمنت ممبرين دايما بيبقى طبقه بتفصل ما بين ابيثيليوم، تمام، ما بين اي حاجه تانيه. لما بيكون عندي ابيثيليوم بيكون عندي بيزمنت ممبرين. احنا هنعرف بعد شويه ان الابيدرمس ده بيتكون من ابيثيليوم، والابيثيليوم ده تحتيه الدرمس. لازم عشان افصل ما بين الابيثيليوم والدرمس لازم احط بيزمنت ممبرين، والكلام ده هنفهمه بعد شويه. طيب عايزين نتكلم عن اول حاجه عندنا في السكين وهي الابيدرمس. عايزين نعرف الاستراكشر والفانكشن بتاعت الابيدرمس. انا كنت لسه قايل لك من شويه ان ايه الابيدرمس بتتكون من سيرفيس لاير وبتتكون من انر لاير. بس قبل ما نتكلم عن السيرفيس والانر لاير عايزين نتكلم اول حاجه عن الابيدرمس. طيب الابيدرمس هي الطبقه الخارجيه من السكين، وده الكلام ده احنا شفناه من شويه. وبتتكون من ايه؟ وبتتكون من نوع من انواع الابيثيليوم. الابيثيليوم ده كنا بنسميه ايه؟ ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم، واخد بالك؟ لو انت مش فاكر ابيثيليوم ممكن تبتدي انك تدور عليها على جوجل او ترجع لفيديوهات قديمه ليا، لان هيبقى صعب ان انا اشرحها دلوقتي بالتفصيل. تمام. وكون ان احنا عندنا ابيثيليوم دايما بيكون عندنا حاجه بنسميها البيزمنت ممبرين. طيب عايزين نفتكر مع بعض ايه هو الستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. الستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم ستراتيفايد معناها عندي كذا رو من الخلايا، زي ما انت شايف كده هتلاقي خلايا فوق بعضها كتير قوي اهو، زي ما انت شايف في الرسم اهو خلايا كتير قوي فوق بعضها. اوكي. طيب سكويموس ليه؟ يعني ايه سكويموس؟ سكويموس يعني مبططه، زي ما انت شايف اللاير الاخيره اهي لونها اخضر هنا هي دهيت السكويموس لاير، هتلاقي السيلز متبططه كده في نفسها. فستراتيفايد عشان عندي خلايا كتير قوي فوق بعضها، وسكويموس عشان انا عندي اخر خليه فوق متبططه. تمام. ودايما دايما ده في اي حاجه في الدنيا، اي ابيثيليوم لازم يكون تحتيه بيزمنت ممبرين. اوكي. فالبيزمنت ممبرين ده هي الحاجه اللي بيقعد عليها الابيثيليوم،
واخد بالك؟ اعتبرها كده، ان انا عندي السرير، المرتبه بنسميها الابيثيليوم، والحديد او ايا كان الخشب اللي تحت المرتبه دوت هو البيزمنت ميمبرين. تمام؟ طيب نبتدي بقى نتكلم عن اللايرز. اللايرز دلوقتي زي ما انت شايف بنتكون من تو لايرز، السيرفيس لاير والانر، او بنسميها البيزل لاير. السيرفيس لاير في الواقع هي بتتكون اغلب الابيدرميس زي ما انت شايف اهو، كل دهوت هو السيرفيس لاير، والجزء الاخير اللي تحت دهوت يا دوبك هو الانر لاير. تمام؟ خلي بالك احنا بنتكلم لسه على الابيدرميس. الابيدرميس بينقسم الى سيرفيس لاير وبينقسم الى انر لاير. طيب عايزين دلوقتي نتكلم عن اول حاجه السيرفيس لاير. السيرفيس لاير زي ما قلت لك هو الجزء دهوت كله، بيتكون من جزئين، بيتكون من فوق الكيراتين سيلز اللي انا كنت لسه موريها لك في الميكروسكوب من شويه، وبيتكون من الابيثيليال سيلز، واخد بالك؟ طيب الكيراتين لاير دهوت او طبقه الكيراتين هي في الواقع خلايا ميته. طب الخلايا الميته دهيت جايه منين؟ جايه من الابيثيليال سيلز اللي تحتيها. دلوقتي اللي بيحصل ايه؟ ان انت هنعرف بعد شويه ان الانر لاير دهوت فيها ستيم سيلز او الخلايا الجذعيه. الخلايا الجذعيه دهيت بتنقسم تقوم مكونه للابيثيليال سيلز دهيت، بنسميها ايه؟ بنسميها كيراتينوسايتس. تمام؟ طيب الكيراتينوسايتس دهيت بتقعد تكبر لحد ما تبتدي ان هي تموت. لما تبتدي ان هي تموت بتكون لي لاير فوق كده، اللاير دهيت بنسميها الكيراتين، فهي لاير من الخلايا الميته. ومش كده فقط، الكيراتين دهيت في الواقع هي ماده بتنفرز من الكيراتينوسايتس، يبقى احنا كده عندنا الكيراتين لاير دهيت هي طبقه فيها خلايا ميته وفيها ماده بتنفرز بنسميها الكيراتين. طب هي ايه الكيراتين؟ الكيراتين دهيت هي طبقه عازله للميه، هي ريزيستنت تو ووتر، هي انسوليبل ان ووتر تماما، ما بتدوبش في الميه خالص. تمام؟ طب انا هستفيد من ايه ان انا عندي طبقه ريزيستنت تو ووتر؟ هستفيد من الموضوع دهوت ان انا عندي في الطبيعي الميكروبز لما بتلاقي شويه تجمع ميه في اي مكان بتروح تنمو هناك، فكون ان انا عندي كيراتين على السيرفيس بتاع جلدي دهوت بيمنع ان الميه تتكون، فلما الميه ما تتكونش على السيرفيس بتاع جلدي بيحميلي السكين بتاعي من الميكروبز، واخد بالك؟ وبالتالي دهيت تعتبر فانكشن رئيسيه للجلد بنسميه الفيرست لاين اوف ديفنس. يعني ايه فيرست لاين اوف ديفنس؟ يعني انت دلوقتي هتلاقي ان الميكروبز مش بتخش جسمك. طب ليه مش بتخش جسمك؟ عشان انت عندك جلدك من بره ما بيسمحش بمرور الميكروبز او حتى نموها على جلدك. تمام؟ طيب بالنسبه بقى لللاير اللي تحت الكيراتين، يعني خلاص انا عرفت اللاير اللي فوق ديت فيها شويه خلايا ميته وفيها ماده بتتفرز بنسميها الكيراتين. اوكي؟ طيب دلوقتي الطبقه اللي تحت عندي الابيثيليال سيلز. الابيثيليال سيلز هي اللي في الواقع بتكون لي الكيراتين وكمان بتموت. اوكي؟ ده الاثنين. ايه انا عايز بس اكتب هنا، انا كتبت هنا كيراتين لاير produces the كيراتين لاير باي داينج. تمام؟ طيب يعني انا عايز اقولها لك كده ببساطه شديده، ان انا عندي اللاير اللي تحت اللي هي الانر لاير هنعرفها دلوقتي حالا بتكون لي الايه؟ بتكون لي الابيثيليوم. لما بتيجي تكون لي الابيثيليوم يروح الابيثيليوم بيكبر، بعد كده يموت، يقوم طالع لي فوق مكون لي الكيراتين لاير. تمام؟ خلي بالك ان السيرفيس لاير وبالاخص السيرفيس لاير بتاعت الابيديرمس دايما كونتينيوسلي ورن اوت. يعني ايه ورن اوت؟ يعني انا دلوقتي لما باجي مثلا بهرش شويه، طب ما انا لما باجي بهرش بطير جزء من الكيراتين لاير دوت او بكسر جزء من الابيثيليال سيلز. اوكي؟ وعلى فكره دهوت يعني خليني انتبه لحاجه بسيطه كده شويه، اي ابيثيليال سيل في الدنيا ما بيعديش فيه بلود فيسلز، وخلي بالك من النقطه ديت لان هو ممكن يسالك فيها سؤال. اوكي؟ الجلد ما بيعديش فيه بلود فيسلز، السيرفيس لاير الابيديرمس بس ما بيعديش فيه بلود فيسلز. ليه؟ عشان انت لو دلوقتي هرشت شويه، لو كان بيعدي بلود فيسلز في الابيثيليوم انت لو هرشت هتلاقيك بتنزف على طول، واخد بالك؟ وبالتالي هنعرف بعد شويه ان البلود فيسلز دهيت موجوده في اللاير اللي تحت الابيديرمس اللي احنا بنسميه الدرمس. تمام؟ طيب نخش على اللاير اللي بعد السيرفيس لاير اللي احنا بنسميه الانر لاير. الانر لاير دهوت زي ما انت شايف اهو، اللاير الصغير اللي لونه احمر دهوت تحت في الواقع في نوعين من الخلايا. في خلايا بنسميها الستام سيلز، وده هي خلايا عايشه مسؤوله عن ايه؟ مسؤوله ان هي تعمل ريبليسمنت للورن اوت ابيثيليال سيلز. زي ما انا كنت لسه بقول لك من شويه، اللاير اللي تحت دهوت فيه خلايا جذعيه او ستام سيلز تقوم عامله ديفيجن مكونه للابيثيليوم اللي فوق. طب الابيثيليوم اللي فوق لما بيجي يموت يقوم مكون لي جزء من الكيراتين لاير. تمام؟ طيب في نوع تاني من الخلايا موجود عندي في الانر لاير او البيزل لاير بتاع الابيدرمس. ايوه، في نوع من الخلايا بيكون لي ماده بنسميها الميلانين، والميلانين دهوت اعتقد انت ممكن تكون اول مره تسمع عنه او سمعت عنه قبل كده. مين الخلايا اللي بتكون الميلانين؟ هي خلايا بنسميها ميلانوسايتس. بالمناسبه كلمه سايتس هنا معناها سيلز، وبالتالي لما نيجي نقول لك ورا
كيراتينوسايتس اعتقد نقدر نفهمها كيراتينوسايتس، يبقى هي خلايا بتصنع او سايتس سيلز بتصنع ايه؟ بتصنع كيراتين. انا اديتها لك على فكره اسم مش موجود عندك في الكتاب، انا اديت لك الاسم عشان تفتكرها. كيراتينوسايتس بتكون كيراتين، موجوده فين؟ موجوده في السيرفيس لاير. طيب التانية عندنا ميلانوسايتس، الميلانوسايتس بتكون ايه؟ بتكون ميلانين. طب ايه الميلانين دهوت؟ الميلانين في الواقع هي صبغه بيجمنت، البيجمنت هي الدكنة، ممكن تلاقيها بنية ممكن تلاقيها سودة على حسب انت عايز تشوفها ازاي، بس هي بيجمنت او صبغة لونها غامق. تمام. طيب الصبغة دهيت ايه لازمتها؟ الصبغة دهيت اول حاجة ليها فايدة مهمة جدا جدا جدا، ان هي بتبروتكت السكين من الهارمفول يوفي ريز او الالترا فايلت ريز. طيب ازاي؟ انا دلوقتي عندي البيجمنت دهيت لونها نفترض مثلا براون، اوكي مش عارف انت اخدت في الكيمياء ولا لا، بس اي حاجه لونها داكن بشكل عام لما بيجي يعدي عليها اللايت ريز تقوم عامله ايه؟ تقوم سحبه اللايت ريز كلها ناحيتها، واخد بالك؟ فده هو بيخلي ايه؟ ان انا مثلا عندي اهو الترا فايلت ريز جايه من الصن، تقوم الميلانين ماسكاها وسحبها ليها هي، ما تدخلهاش ما تعديهاش من الجلد، واخد بالك؟ يبقى بالتالي اليوفي ريز ما بقتش بتضر جلدي. تمام. طيب ايه تاني؟ لسه بقول لك الميلانين دهيت صبغه لونها بني، كون ان هي صبغه دكنه او لونها بني فهي بتدي جلدي اللون بتاعه، وده هوت حاجه مهمه جدا، لان انت هتلاقي ده هوت هو الاختلاف ما بين البشر اللي لونهم مبيض او البشر اللي لونهم داكن شويه. ليه؟ لان انت هتلاقي البشر اللي مثلا لونهم داكن اكتر هتلاقي ان نسبه الميلانين في جسمهم اعلى، واخد بالك؟ طب بالنسبه للبشر اللي هم مبيضين اكتر لا، دي نسبه الميلانين في جسمهم قليله، اوكي؟ وبالتالي يبقى الميلانين هنا اخد لي تو فانكشنز، ان هو بيحمي لي الجلد من الهارمفول يو في ريز، وكمان بيدي السكين الكالر بتاعه. تمام. يبقى ده هو القصه القصيره بتاعت الابيديرميس، ان احنا عندنا سيرفيس لاير، السيرفيس لاير دهيت فيها كيراتين لاير وفيها ابيثيليال سيلز. الكيراتين بالنسبه لي اهم لاير في الموضوع، لان هي بتحميني من الميكروبز، وعندي في اللاير الثانيه اللي هي الانر لاير اللي تحت دهيت عندي ستيم سيلز، والستيم سيلز دهيت بتعمل ريبليسمنت للابيثيليوم اللي عمال يموت عشان يكون لي الكيراتين لاير. تمام. وكمان عندي الميلانوسايتس اللي هي بتكون لي الميلانين اللي بتعمل التو فانكشنز اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنهم. تمام. دلوقتي عايزين نخش على ايه؟ عايزين نخش على الطبقه اللي بعدها اللي هي الدرمس، عايزين نخش على الستركشر والفانكشن بتاعت الدرمس. طيب هي ايه اساسا الدرمس؟ الدرمس دهيت هي الانر لاير بتاعت السكين. احنا قلنا الاوتر لاير الجزء اللي فوق ده هو السطح من جلدك اللي انت بتشوفه بعينك لما بتيجي تبص على جلدك، ده بنسميه ابيدرمس. طيب الجزء اللي انت بقى مش شايفه بعينك اللي هو تحت عميق شويه اللي هو ده هو بنسميه الدرمس. تمام. طيب في واقع الامر الدرمس ده هو بيتكون من كونكتيف تيشو. طيب عشان نفتكر سريعا كده ايه هو الكونكتيف تيشو؟ الكونكتيف تيشو من اسمه بيعمل كونكشن. طب بيعمل هنا كونكشن ما بين ايه وما بين ايه؟ لو انت جيت بصيت على الصوره ديت هتلاقي هنا عندي الابيدرمس وعندي تحت هنا الماسلز، يقوم الدرمس في النص اهو. تمام. الدرمس زي ما انت شايف الدرمس اهو دهوت هو اللي عامل لي كونكشن ما بين الابيدرمس اللي فوق وما بين الماسل تحت، واخد بالك؟ يبقى الدرمس هي دوبك طبقه بتعمل كونكشن، اوكي. طب ايه الفرق اللي كان ما بين الابيثيليوم والكونكتيف تيشو؟ ان الابيثيليوم كان فيها عدد خلايا اكبر بكتير، والكونكتيف تيشو ما كانش فيها نفس عدد الخلايا، كان خلايا بتاعتها قليله، اوكي. طيب زي ما كنت لسه قلت لك من شويه الدرمس بيتكون من حاجات كتيره جدا، ما اقدرش ان انا اقعد اشرحها لك يعني ساعتها، دلوقتي هناخدها واحده واحده عشان نفهمها. طب ايه الحاجات اللي عندنا مميزه قوي؟ عندنا حاجه بنسميها السويت جلاندز، عندنا طبعا الهير، اعتقد الهير ده هو بيطلع من تحت خالص من تحت الجلد اللي هو موجود في الدرمس، وعندي السيبيتشوس جلاندز، وعندي الاريكتور ماسل، البلود فيسلز، الفات سيلز، والسنسوري نيرفز. عشان ما تتلخبطش انا بحاول اكاتيجورايز او ان انا المهم كام جروبس كده صغيره عشان تبقى حافظهم او تبقى الدنيا مفهومه معاك وسهله. طيب اول حاجه هناخدها هي السويت جلاندز، من اسمها سويت، يعني ايه سويت؟ يعني تعرق او عرق، اوكي. فالجلاندز دهيت هتبقى مسؤوله ان هي تعمل سويتنج بشكل عام. طيب هناخد اول حاجه الستراكشر بتاعها، الستراكشر ده هو بتاعها بيتكون من كوره تحت، الكوره دهيت هي في الواقع السويت جلاندز، هي اللي بتفرز السويت، هي اللي بتطلع السويت. طب بعد ما بتطلع السويت بنطلعه على فين؟ بندخله في انبوبه بنسميها السويت تيوب، بعد كده بيخرج على السيرفيس او السطح بتاع الجلد من خلال السويت بور. طيب لو انت تفتكرني من الفيديو اللي فات، السويت ده هو كان بيتكون من ثلاث حاجات، بيتكون من ال H2O، وبيتكون من السولتس، وبيتكون من النيتروجينوس ويست. النيتروجينوس ويست دهيت احنا اتكلمنا عليها ان هي برسنتج صغيره جدا، يبقى لو برسنتج. تمام. طيب يبقى كده
كون ان انا بطلع السويت مش ده هو الاكسكريشن؟ احنا كنا بنتكلم السويت هو الاكسكريشن بتاع اللي انا عايز اطلعه، يبقى بالتالي بيسمي السويت جلاندز هي المين اكسكريتوري اورجان اللي عندي فين؟ في السكين. اوكي، يبقى انا الاكسكريشن بتاعي اللي بيحصل في السكين مين اللي بيعمله؟ السويت جلاندز. اوكي، السويت جلاندز بتجمع السويت دهوت منين؟ بتجمعه من البلود فيسلز، وهنعرف الكلام دهوت في السلايد اللي جاي. تمام، يبقى كده سريعا السويت جلاند هي عباره عن جلاند او غده بتعمل سويتنج. ازاي؟ بتجمع لي السويت من البلود فيسلز، بعد كده بتعديه على سويت تيوب، بعد كده بتعديه على سويت بور. ده هو الاستراكشر. طب عايزين نفهم بقى الفانكشن كده واحده واحده، تعال نفهم الفانكشن واحده واحده. دلوقتي يا سيدي بص، انا عندي دايما في السكين بلود فيسلز كتير قوي بتعدي، ومتهيألي انت شفت الصوره لسه من شويه قد كميه البلود فيسلز اللي بتعدي. دلوقتي انا بيبقى عندي ارتري، بعد كده بيحول لي هنا كابيلاريز، بعد كده بعدي على فين. طيب اللي بيحصل دلوقتي ان انا وانا بعدي ببتدي ارمي من البلود فيسل ال H2O والسولتس والنيتروجينوس ويستس. الحاجات دهيت طبعا دهيت لو برسنتج، تاني النيتروجينوس ويستس عندي لو برسنتج. طيب لما باجي برميها، برميها على فين؟ برميها على السويت جلاند. طيب السويت جلاند دهيت تقوم محوشالي شويه ال H2O والسولتس والنيتروجينوس ويستس دهوت لحد ايه؟ لحد ما اعمل اكتيفيشن للسويت جلاند. طب السويت جلاند بيحصل لها اكتيفيشن امتى؟ تقوم انت سائل نفسك، هو انا بعرق امتى؟ انت حضرتك لو انت دلوقتي بتعرق، بتعرق امتى؟ بتعرق وانت الدنيا سخنه، صح؟ طب يبقى هنا بيحصل اكتيفيشن امتى؟ بيحصل لما التمبريتشر بتاعتي بتبقى سخنه، ببتدي ان انا اعرق. طب ليه بعرق لما التمبريتشر بتبقى سخنه؟ قال لك لما التمبريتشر بتبقى سخنه ببقى عايز اقلل درجه حراره جسمي، عايز اعمل هوميوستيزيس. لو انت فاكرني هوميوستيزيس، يبقى انا عندي وضع مختل في جسمي، وضع مش مظبوط، وضع انبالانسد، عايز ارجعه تاني للاوبتيمال كونديشن. درجة حرارة جسمي عالية قوي، عايز اوطيها، اقوم عامل سويتنج. السويتنج ده هو ايه اللي بيحصل؟ ان انا باجي بتعرق بيحصل له ايفابوريشن على سطح الجلد، يقوم مبردني. عارف انت لما بتيجي حد يرش عليك كده ميه اللي هي بخار الميه ده هو، فتلاقي ان هو جه على جلدك فتحس انك سقعان، واخد بالك؟ نفس الفكرة بالظبط، لما باجي بعرق بيبتدي ان هو يتبخر لي على سطح جلدي، فابتدي ان انا احس ان انا بردان. طيب وحاجة زيادة وان شاء الله ديت هنتكلم عنها بقى في اخر شابتر بتفاصيل اكتر، الاكتيفيشن بتاع السيمباثيتك سيستم بيخلي السويت جلاندز تبتدي ان هي تاكتيفيت. فاكر لو انت تفتكر، مش عارف انت هتفتكر ولا لا، مين السيمباثيتك سيستم دهوت؟ السيمباثيتك سيستم دهوت كنا بنسميه السيستم بتاع الفايت اور فلايت. الفايت اور فلايت دهوت يعني ايه؟ يعني انا محتاج ان انا اتحرك دلوقتي، محتاج يبقى في حاجه فيها نشاط، بعمل رياضه، اي حاجه. انت بتعمل رياضه، اهو بتعمل رياضه، يبقى درجه حرارتك بتعلى، يبقى محتاج ان انا اعمل سويتنج. اوكي؟ طيب يبقى كده السويت جلاندز الفانكشن بتاعتها ان هي بتعمل اكسكريشن، بتعمل اكسكريشن عن طريق ان هي بتسحب ال H2O والسولتس والنيتروجينوس ويست من البلود، بعد كده بتطلعهم امتى؟ بتطلعهم لما بيحصلها اكتيفيشن. الاكتيفيشن دوت بيحصل امتى؟ لما التمبريتشر تبقى سخنه، ولما السيمباثيتك سيستم يحصل له اكتيفيشن في الجسم لاي سبب من الاسباب. اوكي، طيب ده بالنسبه للسويت جلاندز. عايزين نخش على تاني ستراكشر عندنا، وهنا مجمع لك شويه ستراكشرز مع بعض بنسميها الهير ستراكشر. الهير ستراكشر ده هو عباره عن الهير الشعرايه، والشعرايه دهيت محيط بيها سيبيشيس جلاند، ومحيط بيها مسل او كنا بنسميها الريكتور مسل. تمام، وكانت كمان تحتيها نظر ان الشعره دهيت محتاجه تتغذى كويس جدا، في كميه بلود فيسلز غير طبيعيه بتمسك الشعرايه من تحت بحيث ان الشعره دهيت تبتدي ان هي تطلع. اوكي، لو اخدت بالك هتلاقي ان الابيدرمس بيغطي الجزء الخارجي من الشعر، وده التفاصيل زياده عليك مش عايز تعرفها مفيش اي مشكله، بس عشان لو بصيت على اي صوره بعد كده بتاعت الهير، لما تيجي تبص تلاقي الابيدرمس مغطي الشعرايه من بره، تفهم ان هو ده عادي مفيش اي مشكله. ولكن الاستراكشر بتاع الهير نفسه موجود فين؟ موجود اهو في الابيدرمس، موجود في الدرمس، معلش موجود في الدرمس. اوكي، طيب عايزين نتعرف اكتر على الاستراكشر بتاع الهير. زي ما انت شايف الشعرايه، الشعرايه دهيت مش هتكلم عنها كتير، يعني هي شعرايه ما لهاش فانكشن معين، لكن اللي يهمني حاجتين حوالين الشعرايه. حوالين الشعرايه هتلاقي في الطرف البراني اهو دهيت في غده، الغده دهيت بنسميها سيبيشيس جلاند. تمام، السيبيشيس جلاند دهيت في الواقع بتعمل حاجه بنسميها الاويل او الزيت. ولو تفتكر معايا الاويل دهوت كان نوع من انواع الليبيدز. اوكي، وبالتالي عشان كده ساعات بنسمي الغده دهيت بنسميها الفات جلاند. الفات جلاند ليه؟ لانها بتطلع نوع من انواع الليبيدز اللي احنا بنسميها الزيوت. اوكي، طيب تفتكر الزيت دهوت ايه لازمته؟ يعني انا ليه جسمي او جلدي بيطلع زيت؟ الزيت دهوت اول حاجه مهمه بالنسبه لي ان هي بتساعد في خروج الشعر من الجلد. لما انا باجي اكون الجلد بتاعي في الاستراكشر هنا بكونه، ببقى محتاج ان انا ازفلطه، عارف؟ هي فعلا بزفلطه. طب انا عايز ازفلطه، ازفلطه ازاي؟ يقول لك حط لي شويه زيت.
واخد بالك؟ لما باجي بحط شويه زيت يقوم الشعرايه متزفلطه وخارجه بره مفيش اي مشكله. طيب وعندي فانكشن تاني مهمه جدا، ان هي بتمنع السكين من ان هي تبقى دراي، واخد بالك؟ لازم دايما الزيوت دي تبقى موجوده على الجلد علشان تمنع التقشف بتاع الجلد او ان هو يبقى ناشف، واخد بالك؟ ما يحصلش تشققات او ما يحصلش اي مشكله، لان لو حصل دراينج للسكين هيحصل تشققات، والتشققات ديت ممكن تجيب نزيف وهكذا، قصه طويله جدا. اوكي طيب ايه الستراكشر التاني اللي حوالين الشعر؟ وعايز اقول لك الستراكشر ده هو بالنسبه للبني ادم هو غريب شويه، يعني هو يعني ممكن تلاقيه ظاهر اكتر في الحيوانات، مش موجود يعني ظاهر، يعني الايفكت بتاعه واضح اكتر في الحيوانات عن البني ادم، بس هي موجوده عندنا في البني ادم فهنتكلم عنها. في عضله بنسميها الاريكتور ماسل. طب يعني ايه اريكتور؟ اعتقد من اسم اريكتور حاجه بتعمل اريكشن. اريكشن يعني ايه؟ يعني انا بعمل ستاندنج اب. ستاندنج اب يعني انا مثلا دلوقتي شعرايا نايمه، هتلاقي ان انا لما باجي اعمل اكتيفيشن الاريكتور ماسل بتلاقي ان الشعرايا قامت. اكتر شعور تقدر تفهمها لما اجي اقول اريكتور ماسل هي شعور بالقشعرير، عارف لما انت تحس كده ان شعرك كله ابتدى يقف، او انك خايف مره واحده فحصل اريكشن للشعر كله، واخد بالك؟ وبالتالي الاريكتور ماسل دهيت مهمه جدا، بتعمل كونتراكشن وريلاكسيشن. طيب فايدتها ايه عندي هنا في اللي انا هتكلم فيه؟ ان الاريكتور ماسل دهيت بتعمل كونتراكشن لما الدنيا تبقى ساقعه، عارف انت لما تبقى ساقعين كده والمناخ ساقع جدا زي في الايام الشتاء اللي احنا قاعدين فيها دهيت دلوقتي، وتلاقي ان شعرك ابتدى ان هو يقف مره واحده من البرد، جالك قشعريره. القشعريره دهيت بتيجي نتيجه ان الاريكتور ماسل حصل لها اكتيفيشن، فبتعمل كونتراكشن تقوم موقفه الشعرايه. ليه؟ زي ما قلت لك الايفكت بتاعها في الهيومن ملوش لازمه، ولكن في الانيمال بتلاقي ان هو لما بيحصل كونتراكشن للاريكتور ماسل بيعمل تدفئه بشكل معين، مش هنتكلم على التفاصيل بتاعتها. اوكي ولكن خلي بالك الاريكتور ماسل بيحصل لها كونتراكشن في الكولد تمبرتشر، وعلى فكره بيحصل لها كونتراكشن في حاجات تانية بس مش هنتكلم فيها ان شاء الله في الشابتر اللي جاي. تمام طيب ده بالنسبه للهير ستراكشر، زي ما قلت لك عندي الشعرايه وعندي السيبيشيوس جلاندز وعندي الاريكتور ماسل، ده ستراكشر تحس ان هم مرتبطين ببعض، وعندك كمان شويه بلود فيسلز تحت. تمام طيب هنتكلم عن الحاجه اللي بعدها المهمه اللي هي البلود فيسلز والسنسوري نيرفز. طيب كنيرفز اعتقد مفهومه ما فيهاش حوار كبير جدا، بتساعد في السنسيشنز. السنسيشنز اللي هي قد تكون زي ايه؟ قد تكون زي التاتش والبين والبريشر والتمبرتشر، في كميه سنسيشنز كتيره جدا عندنا في الجسم. تمام طيب اللي لازم تنتبه ليه واللي ليه حوار كبير جدا هي البلود فيسلز. البلود فيسلز ليها دور مهم جدا 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 في الهوميوستاسيس. تاني للمره المليون يعني ايه هوميوستاسيس؟ يعني انا عندي وضع انبالانسد، الوضع الانبالانسد ده هوت في جسمي بحاول اخليه يبقى بالانس تاني. يعني ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي درجه حرارتي عاليه جدا، يقوم جسمي عامل عمليات معينه ميكانيزمات معينه مرجع لي درجه حرارتي انها تبقى قليله تاني. طيب كون ان هي ليها علاقه بالهوميوستاسيس يبقى احنا لازم نركز في الموضوع ده هوت شويه. طيب عشان نفهمها انا جايبها لك برسمه. دلوقتي لو الدنيا حر قوي 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 بنلاقي حاجه غريبه جدا 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 حصلت، بنلاقي ان الاوعيه الدمويه اللي على سطح الجلد ناحيه الابيدرمس بتلاقي ان هي ابتدت ان هي يحصل لها دايليشن. يعني ايه دايليشن؟ ابتدت ان هي تتمدد توسع. طب انا لما بعمل دايليشن للدم هناك او بعمل دايليشن للبلود فيسلز هناك ايه اللي هيحصل؟ هيوصل لي كميه دم اكتر للمكان، مور بلود. طب انا لما يوصل لي مور بلود دلوقتي درجه حرارتي عاليه، فانا البلود ده هو درجه حرارته عاليه، يقوم الحراره منتقله من الهاي اريا اللي هي عندي هنا هاي اريا اوف يعني اريا اوف هاي تمبرتشر للاريا اوف كولد تمبرتشر، فتلاقي درجه حراره خرجت لبره، حصل ديسيبيشن للهيت او تلاقي ان الحراره ابتدت ان هي تتوزع لبره، تخرج بره الجلد. ويبقى انا كده عملت ايه؟ ان انا دلوقتي كان عندي درجه حراره عاليه ماشيه في الدم، قمت انا مطلعها بره الجلد خالص، يبقى انا كده قللت درجه الحراره. اوكي والعكس صحيح في الكولد تمبرتشر، لما انا يبقى عندي كولد تمبرتشر او عامل ايه؟ قال لك اعمل كونستريكشن للبلود فيسلز. يعني ايه كونستريكشنز؟ ضيق الاوعيه الدمويه. طب ليه لما اجي اضيقها ايه اللي هيحصل؟ هقلل البلود فلو. البلود فلو لما اجي اقلل البلود فلو تقوم درجه يبتدي ان هو ايه؟ لان انا خلاص مش بفقد حراره اكتر. ليه؟ لان انا اساسا الجو برد فانا مش عايز افقد حراره، فاقوم اقلل الدم اللي رايح للاوعيه الدمويه. اوكي وبالتالي بتلاقي ان انا حافظت على الحراره بتاعت جسمي. عشان كده فتلاقي في الشتاء في ناس بتلاقي بعض اطرافها بتزرق. طب انت ليه اطرافك بتزرق يا ابني؟ لان انا عامل كونستريكشن للبلود فيسلز اللي موجوده في الاطراف. ليه؟ عشان انا مش عايز اخسر حراره، مش عايز ان انا احسس يعني اخسر الحراره اللي انا مكتسبها في جسمي لان الدنيا برد.
واخد بالك؟ فانت تقدر تفتكرها بالمثل ده، هو الدنيا حر اقوم عامل دايليشن للبلاد فيسلز لناحيه السكين، ليه؟ عشان ابتدي ان انا اخرج الحراره لبره. تمام. طيب عشان نجمع التمبريتشر، لان انا عارف الموضوع غلس شويه، عايزين نعرف الهوميوستيزيس بتاع السكين في حته التمبريتشر بالذات، اوكي؟ لان في حاجات تانية حته التمبريتشر. انا عندي دلوقتي بلاد فيسلز، لو الدنيا حر هعمل دايليشن للبلاد فيسلز اللي موجوده في السكين. طب خلي بالك، انا كنت لسه قايل لك من شويه ان السويت جلاندز لما بتيجي تاخد السويت بتاعتها بتقوم واخداه منين؟ بتقوم واخداه من البلاد كابيلاريز، واخد بالك؟ طيب انا دلوقتي عملت دايليشن للبلاد كابيلاريز اللي موجوده في السكين، عملت لها دايليشن وسعتها، يبقى انا كده في دم اكتر واصل للجلد. كون ان انا في دم اكتر واصل للجلد، هل ده مش هيخلي ان السويت يخرج اكتر بكميه اكبر للسويت جلانس؟ يبقى ايه اللي هيحصل؟ الدايليشن بتاع البلود فيسلز زود لي السويت البروديوست، واخد بالك؟ يبقى انا كل ده بعمله ليه؟ انا دلوقتي عملت دايليشن البلود فيسلز عشان احاول اطلع التمبريتشر، ومش كده وبس، زودت السويت. واحنا لسه قايلين لما السويت بيزيد يقوم متبخر على سطح الجلد، مقلل التمبريتشر برضه. يبقى انا كده ضربت عصفورين بحجر، زودت عملت دايليشن في البلود فيسلز وزودت السويت، قللت درجه حراره جسمي. والعكس صحيح في الكولد تمبريتشر، عملت كونستريكشن للبلود فيسلز، لما جيت عملت كونستريكشن للبلود فيسلز رحت قللت السويت كمان، يبقى بالتالي حافظت على درجه حراره جسمي علشان انا الدنيا برد، مش محتاج ان انا افقد الحراره دهيت. تمام. طيب والحاجه الزياده ودهيت اللي مش موجوده عندك في الكتاب، الاريكتور ماسل بيحصل لها ريلاكسيشن في الهوت تمبريتشر، وبالنسبه لي دهيت هي المهمه، بيحصل لها كونتراكشن في الكولد تمبريتشر. زي ما انت يعني افتكرها كده، ان انت لما بتبقى بردان قوي بتبتدي تحس بقشعريره، بتحس ان شعرك بيقف، واخد بالك؟ الشعر اللي بيقف دهوت نتيجه الاكتيفيشن بتاع الاريكتور ماسل. لو انت خدت بالك من الرسمه هنا، تمام، اهو بص مثلا شايف دهيت، هي دهيت الاريكتور ماسل، لما بتيجي تعمل كونتراكشن بتقصر، لما بتيجي تقصر تلاقيها شده الشعرايه اللي ورا، فبتقوم موقفاها، واخد بالك؟ عشان تفتكرها اسمها اريكتور ماسل. ليه اسمها اريكتور؟ لان هي بتعمل اريكشن للماسل او بتخليه يستاند اب. تمام. طيب عايزك برضو تنتبه لحاجه كمان وما تنساش، انا لسه بقول لك هوميوستاسيس ليها معنيين هنا، قد تكون هوميوستاسيس بتاع التمبريتشر، وقد تكون الهوميوستاسيس بتاعه الاكسكريشن، ان انا دلوقتي ايه، ممكن يكون عندي ميه H2O زياده في جسمي، لما يكون عندي H2O زياده في جسمي اقوم مزود السويتنج علشان اطلع ال H2O زياده، واخد بالك؟ طب السولتس، عندي سولتس زياده في جسمي، اقوم عامل ايه، مزود السويتنج عشان اتخلص من السولتس الزياده. طب عندي نيتروجين ويست كتيره في جسمي، ممكن اطلعها من خلال السويتنج برضو، اوكي؟ فخلي بالك هو بيسال على ايه، هل هو بيسال على اكسكريشن ولا هل هو بيسال على تمبريتشر، اوكي؟ كده الدرس بتاعنا خلص، اتمنى تكون استفدت معانا والدنيا مفهومه، وشكرا لكم جميعا والى اللقاء.